المنتخب الى جانب السياسيه، صراحه كانوا موفقين كثيرا في اختيار الموضوع. الموضوع له اهميته، له رامييته لعده اعتبارات، وصراحه هو موضوع يستحق النقاش. فيما يتعلق بمداخلتي ساكون او احاول ان اكون مختصره فيها قدر الامكان، تتعلق اساسا يعني لها علاقه بالموضوع العام للندوه الذي هو المراه والعمل السياسي، ولكن ساحاول ان اركز على الشق المرتبط بالشق العلمي والشق النظري والشق القانوني المؤثر للعمل السياسي للمراه في المغرب، على اعتبار ان معنا سيدات مناضلات من داخل الاحزاب السياسيه، ربما انهن اكثر درايه واكثر علما بالقضايا وباسرار العمل السياسي من خلال تجاربهم في الاحزاب السياسيه التي يمثلونها. قلت فيما يتعلق انما ايضا وصولها الى مراكز القرار، هذا المدخل هو المدخل الرئيسي من اجل معالجه المشاكل المرتبطه بالمجتمع. هذا عنصر. فيما يتعلق بالاطار القانوني المنضبط للمساله السياسيه بالمغرب، عندنا عده مستويات، ساحاول ان اتطرق لكل مستوى على حده لكي تتضح الصوره للعموم والحضور الكريم. عندنا المساله الاولى مرتبطه بالاتفاقيات، المساله الثانيه مرتبطه بالدستور، وساحاول هنا ان اركز على دستوري 96 ودستور 2011. وعندنا مسألة أيضا القوانين التي كانت هناك محاولة من أجل ملائمتها مع الدستور، خاصة الدستور 2011 الذي جاء بمجموعة من المستجدات على هذا المستوى. عندنا أيضا هنا نذكر القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية خاصة لمجلسي البرلمان، وعندنا مدونة الانتخابات، وعندنا قانون الأحزاب السياسية. في البداية أتطرق لمسألة الاتفاقيات. المغرب منذ التسعينات صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تتحدث إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المرأة، التي اما توفر على بنود محدده يعني تتعلق بالحقوق السياسيه للمراه وما يتعلق بالمساواه، او اتفاقيات خاصه بحقوق المراه مثل الاتفاقيه التي ذكرتها الاستاذه مرتبطه بمناهضه جميع اشكال التمييز ضد المراه والمعروفه بصيغه. هذه الاتفاقيات اهميتها ليس فقط في المصادقه، وانما اهميتها تتمثل في كون انها تفرض على الدول التي تصادق عليها اتخاذ مجموعه من الاجراءات ومجموعه من التدابير تتمثل بداية في تمكين المرأة على المستوى السياسي، ونهاية مساعدتها على الوصول إلى مراكز القرار، يعني لا يكون الأمر عند المصادقة، وإنما يتم المتابعة ومتابعة هذه الدول مدى التزامها بهذه الاتفاقيات. المسألة الثانية قلت مرتبطة بالدستور 96، الدستور 96 أول مرة نص على المساواة والحقوق السياسية ما بين المرأة والرجل المتمثلة أساسا في الترشح وفي التصويت. بعد الدستور 96 جاءت مسألة الكوطة، لن أتوغل كثيرا في النقاش في هذه المسألة على اعتبار أن الأستاذات يعني تحدثوا عنها باستفاضة، ولكن مسألة الكوطة كما لها إيجابيات لها سلبيات، وللإشارة فإن الدول الديمقراطية يعني التي عادة ما نقتدي بها مرت في مراحل تاريخية معينة بمسألة الكوطة، يعني هي كإجراء مرحلي لابد أن نقبل به من أجل تحقيق المساواة وتحقيق المناصفة مستقبلا. الكوطة أحيانا يقال بأنها ممكن أن تحدث أزمات اجتماعية، على اعتبار أننا عندما نحدد كوطة للنساء قد تقابل فئات اجتماعية أخرى شريكة للنساء في اضطهاد أو تهميش إلى غير ذلك، مثل فئة الشباب أو فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، قد تطالب هي الأخرى بكوطة، يعني لماذا نعطي كوطة للنساء ولا نعطيها للشباب والفئات أخرى مثل ذوي الاحتياجات الخاصة. المسألة الأخرى يعني بعد الكوطة عندنا المسألة الفارقة أو النقطة المحورية في الإصلاحات في المغرب، عندنا مرتبطة بدستور 2011. دستور 2011 أكثر يعني مسألة أنه خصص باب خاص للحقوق والحريات ونص على المساواة التي نص عليها سابقا دستور 96 في الحقوق سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية والثقافية والبيئية كذلك. الأكثر من ذلك أنه نص في الفصل 19 على مسألة المناصفة. المناصفة للإشارة هنا أريد أن أفتح قوس بعجالة لأشير أن المناصفة تم التنصيص عليها في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية يعني 1958. منذ ذلك الحين فرنسا لم تنجح في تحقيق المناصفة إلا مؤخرا في الحكومات الأخيرة، يعني شوفوا دولة ديمقراطية ما استطعتش أنها تحقق المناصفة منذ حوالي نصف قرن. يعني هنا عندما نرى بأن المشرع في الفصل 19 استعمل مصطلح نسعى إلى إقرار المناصفة، لم يكن هذا اعتباريا أو اعتباطيا، وإنما عن قصد. عندما نقول بأننا نسعى يعني أن المسألة غير سهلة، ليست مرتبطة طبعا المناصفة كإجراء، ربما أنه يعني مسألة تحتاج في التطبيق للتدريج. الأمر لا يرتبط يعني بمسألة قانونية، وإنما مرتبط بعادات وتقاليد وأعراف ذهنيات سائدة في المجتمع، مرتبطة أيضا بصور نمطية على المرأة، يجب تمهيد هذا المجتمع لكي يقبل بالمساواة، لكي يقبل فيما بعد مسألة
المناظرة. المستجد الذي صراحة يستحق الذكر ويستحق الاهتمام في دستور 2011 لا يرتبط فقط بمسألة الحقوق والحريات، مسألة المناصبة أو المساواة. أرى أن الأهمية التي جاء بها دستور 2011 تتمتع في الضمانات، أنه لأول مرة أصبحت لنا ضمانات مرتبطة بمسألة حماية الحقوق والحريات وتعزيز ثقافة حقوقية سليمة في المجتمع. الضمانات التي أتحدث عنها هو إحداث مؤسسات دستورية ترعى مسألة الحقوق في المغرب. أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، عندنا الهيئة العليا للمناصفة التي ذكرتها الأستاذة أعطت مذكرة حول هذا الأمر، عندنا الهيئة العليا للمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. هذه الهيئة في حالة ما أحدثت، وطبعا حاليا يعني لكي تبع النقاش العمومي المفتوح، هناك تعثر في مسألة تأسيس هذه المؤسسة. ما عرف واش غادي يحلوا حوار وطني كلها، ولا الحسابات تقدم مذكرات تصورات ديال هذه المؤسسه الى غير ذلك، ولكن في حاله ما احدثت فعلا ستكون ضمانات قويه من اجل حمايه هذه الحقوق وهذه المكتسبات التي جاء فيها الدستور، ولكي لا نسقط مجددا في مساله تراجع المكتسبات. يعني كنشوفوا بلي الدستور كيجيب لنا مستجدات كنحققوا مكتسبات النساء المناضلات سواء من الاحزاب السياسيه او الحركات النسائيه كتجيب لنا مستجدات، ولكن على ارض الواقع في الممارسه كنصطدم بواحد الواقع مخالف جدا. عندما نرى ان وزيره واحده في الحكومه هذا تراجع خطير عن المكتسبات الدستوريه، عندما نرى مثلا بانه امراه واحده والغريب انه اللي تقدم هذه المراه هو حزب بين قوسين اسلامي انما كان ضد جهه على جهه اخرى، ولكن هذا هو الواقع. لماذا الاحزاب التقدميه التي عاده يعني في التاريخ نتاعها كانت كتدعم النساء، علاش ما تقترحش احزاب نسائيه؟ علاش يجيب اقتراح من حزب اسلامي؟ هذا نتمنى ان الاحزاب السياسيه تجاوب عليه، انا صراحه ما لقيتش شي اجابه واضحه. انتقل بعجاله الى مسائل اخرى، يعني غير المسائل الدستوريه، عندنا القوانين التنظيميه سواء قانون الاحزاب، وقلت هذه القوانين يعني جاءت بعد دستور 2011 وكانت هناك رغبه واراده من طرف الفاعلين السياسيين من اجل المواكبه والملائمه لهذه القوانين مع المستجدات الدستور. عندنا ايضا الانظمه الداخليه لمجلسي البرلمان، عندنا القانون قلت القانون التنظيمي سواء القانونين التنظيميين للمجلسين او القانون التنظيمي الخاص بالاحزاب السياسيه، وهنا اشار الى انه يجب تخصيص ثلث للنساء داخل الهياكل الحزبيه، وحتى في حاله ما تحدث يعني تخصيص الثلث افق اطار المناصبه لا اعتقد بان الاحزاب السياسيه ستسمح هذا بالثلث في حين انها ستسمح بالمناصبه. هناك ايضا مدونه الانتخابات، ربما لكي لا استهلك الوقت وقت اكثر ساترك المسائل التفصيليه للنقاش، ولكن اريد ان اختم في اقل من دقيقه اريد ان اختم بمسالتين غايتين في الاهميه على الاقل في نظري. عندنا المساله الاولى، من المسؤول عن الوضعيه التي تعيشها المراه في المغرب؟ شكون عندنا المسؤول؟ الاحزاب السياسيه عاده تتبرع تقول انا لست المسؤوليه، حاليا ربما انه كانت عندنا واحد النقص في القوانين في السلسله القانونيه الممتده للعمل السياسي. حاليا في اعتقادي ايضا اظن بان المسائل القانونيه قد حلت الى حد ما، يعني الان ربما ان الكره في ملعب الاحزاب السياسيه، في ملعب ايضا الحركات النسائيه. مساله اخيره هي قلت في البدايه اشرت الى من المسؤول، ولكن الان اريد ان اشير الى اشكال مربط الفرسين. قلت انه في الصور النمطيه عاده المراه نربطها سواء يعني هنا ما بغيتش نقول بان المسؤول عن الصور النمطيه هو الرجل. كاين رجال حاضرين معنا ربما قد يزعجهم الامر، ولكن المجتمع بدوره مسؤول عن تسويق هذه الصور النمطيه. عاده نربط بالنساء العاطفه، النساء ليست دائما عاطفيات، مراكز القرار كيوجدوا نساء قياديات كتاخذ قرارات مصيريه وكتكون حكيمه فيها، يعني عندما تحتاج المراه العاطفه كتستخدم العاطفه، ولكن ايضا لا ننسى الحكمه في النساء والعقل في النساء، واننا في حاله ما اننا اعطيناهم الحقوق ديالهم ربما سيستطيعون انجاز ما لم يستطع بعض الرجال، ولا اعمم القيام به. اسفه ان كنت قد اطلت على مساعدكم، نستمعكم، شكرا جزيلا على تشكيلكم.